السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة رشا للطرز المتقون. اليوم بإذن الله غادي ندير درس ثالث، وهو عبارة عن وريضات كل وحدة والطريقة باش كنخدمها، وكاين أقواس وكاين إيسات، وتبعوا معايا المراحل. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله. غادي نبدا معكم ان شاء الله الطريقه ديال هذا الايسط، اللي هي طريقه سهله ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. انا غادي نبدا معكم ونشوفوا الطريقه ان شاء الله. الطريقه ديال هاد الايسات كنديروا الراس رقيق وكتمشوا بحال غادي نديروا التشنيف، كنجيو حتى الوسط وكنعاود نطلقوا العراض حتى كنبغوا نوصلوا للاخر ديال الزوقه وكنرققوا. هاد الاقواس هادو راه كاين فيهم جوج طرق، كاينه الطريقه اللي ما كنديروش فيها التدوير ديال المرمى، وكاين اللي كنديروا فيها التدوير ديال المرمى. انا غندير لكم نص نص.
القوس هذا اللي كندور فيه المرمه ضروري كنشدو واحد القياس ديال واحد العراض وكنتمشاو به حتى كنقربو نساليوه اللي كنبداو كنرققو. بالنسبه لهاد الوريضات هادو كنخدموهم بالجن، كنخدموهم كنبداو من هنا يا اليمين يا اليسار بحال بحال.
الوليدات هادو ممكن نعمرهم بالوليدات، يعني ضروري تعمريهم بالوليدات ولا تخليهم ديري فيهم العقيق، يعني على حسب. كتعمريهم بالشكل اللي بغيتي، تعمريهم حتى بالإسا تيكونوا صغيرين كتعمريهم. كاينين وريضات كيتخدموا بتدوار ديال المرمى، حتى هما تقريبا نيت نفس الشكل. هاد الوردة هادي كنخدمو هاد القوس بوحدو، وكندخلو في هادي اللي خدمنا كندخلو فيها وكنخرجو باش ما يبقاش لينا الفراغ ما بين هادي وهادي. تبعو معايا وشوفو ان شاء الله. كاينه ورده ديال التعمر كتكون عامره، يعني كتكون منفوخه من بومبيه. انا غادي نوريكم طريقتي باش كندير بومبي. بسم الله. بالنسبه لهاد الورده هادي كتبداي من البدايه كتدي وتجيبي المرمات ديالها وتجيبيها على حسب العراض، يكون مويان ما يكونش عريض بزاف، وكتمشيه بنفس الطريقه حتى كتكملي، وعاد كترجعي كتخدمي عليهم كتفيني عليهم.
امر غير عشوائي، حتى كتبغوا تفينيو كتفينو باتقان. يلا دابا انا غادي نعمرها باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها. شفتوا معايا الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه وكتجي مبومبيه. شفتوا معايا كتجي منفوخه تبارك الله. انا نوريكم طريقه اخرى ديال تدوار الملمه. كيفاش كتجي؟ يعني تبارك الله هاد الوريدات هادو فيها اشكال تبارك الله، وكل وحده كي كتخدم الورقه الورده ديالها والوريقات، يعني كل يد هي وخدمتها. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذا ينال اعجابكم، وما تنساوش تدعموا القناه ديالي ان شاء الله باش يوصلكم كل ما هو جديد باذن الله. وانتظروني في درس رابع إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.